الآن إلى الأحوال الجوية والطقس. إليك محمد. شكرا صحر وشكرا ضحى. والآن إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء. وفيما يلي بانب درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، ونبدأ من القاهرة 35-25، الإسكندرية 31-24، مطروح 29-24، بورسعيد 33-24، والإسماعيلية 34-23، وإلى السويس 34-23، العريش 33-24، طابة 35-25، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-29، إلى الأقصر 41-27، أسوان 41-29، الوادي الجديد 41-26، شلاتين 37-29، وحلايب 35-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.